هل فكرت يوما في السفر ومغادرة مدينتك المزدحمة؟ هل سئمت من الضوضاء وفكرت في تغيير محل إقامتك؟ ولكن هذه المرة ليس سفرا روتينيا داخل كوكبنا الأرض الذي لن يدوم طويلا. ألم تفكر في الرحيل إلى ملاذ آخر احتياطيا يكون أكثر أمنا؟ إذا كنت تحلم بالسفر فما عليك سوى النظر إلى السماء ليلا لترى الوميض المنبثق من تلك النجوم والكواكب والمجرات البعيدة جدا، بعيدة جدا لدرجة أن حتى أقربها يمكن أن يأخذ منك آلاف السنين حتى تصل إليها. إذا فلا تتردد وتعالى معي لنجوب هذا الكون اللامتناهي، لنعرف هل بإمكاننا العثور على ملاذ آخر آمنا حيث يمكننا العيش فيه. ولكن هذه الرحلة ستتطلب آلاف وملايين بل مليارات السنوات الضوئية. لا تيأس، سنقطعها في دقائق معدودة. هل وافقت؟ إذن فاستعد، فقد بدأت رحلتنا للتو بداية من كوكبنا هذا حتى أطراف الكون المنظور بالنسبة لنا نحن البشر. هيا بنا. اشتهر القمر منذ القدم بالجمال، بل هو من أكبر رموزه. تعالوا لنتفحصه عن قرب. قطره يصل إلى ربع قطر الأرض، وهو أكثر جسم لامع في السماء ليلا بعد الشمس، وهذا على الرغم من أن سطحه معتم جدا ولا يوجد ماء على سطح القمر، كما لا يوجد أكسجين. تتراوح درجة الحرارة على سطح القمر ما بين 127 درجة مئوية تحت الصفر إلى 173 درجة مئوية تحت الصفر. لن نستطيع البقاء هنا طويلا بلا أكسجين وهذا الصقيع المميت. ما هذا الكوكب الجميل؟ إنه كوكب الزهرة، يلقب بفينوس نسبة إلى إلهة الجمال عند الرومان. أما سبب تسميته بالزهرة فبحسب ما جاء في لسان العرب الزهرة هي الحسن والبياض. قطر الزهرة أقل من قطر الأرض ب650 كيلو مترا فقط، وكتلته تساوي 81% من كتلة الأرض، لذا فهو قريب من حجم الأرض ولكن لا يبدو من الداخل أنه فينوس. لا يوجد أكسجين على سطح الزهرة، ويتكون 95% من كتلة غلافه الجوي من أكسيد الكربون. يولد الجو الغني بثنائي أكسيد الكربون إضافة إلى السحب السميكة من ثنائي أكسيد الكبريت أقوى احتباس حراري على الإطلاق في النظام الشمسي، والذي يتسبب بدوره بارتفاع حرارته إلى أكثر من 460 درجة مئوية. يعتقد أن معظم سطح الزهرة قد أعيد تشكيله نتيجة نشاط بركاني حدث قبل بضعة مئات من ملايين السنين، فهو ممتلئ بالبراكين النشطة. درجة الحرارة هنا لا يتحملها بشر، لذا يجب أن نغادر سريعا وإلا سنحترق. كوكب عطارد. عطارد أي المتتابع في سيره وأيضا سريع الجري، ومن هنا كان اسم الكوكب عطارد الذي يرمز إلى السرعة الكبيرة لسرعة دورانه حول الشمس. يبلغ حجمه خمس حجم الأرض. قربه من الشمس تسبب في ارتفاع الحرارة هنا إلى 400 درجة، وفي الليل إلى 170 درجة تحت الصفر. إذن فلن نستطيع البقاء هنا ليلا أو نهارا. ما هذا الكوكب الأحمر؟ إنه كوكب المريخ. اسمه بالعربية مشتق من كلمة أمرخ أي صاحب البقع الحمراء. يبلغ حجمه نصف حجم الأرض. تبلغ درجة حرارته 81 درجة تحت الصفر. توجد المياه على سطح المريخ غالبا في صورة جليد، ويمثل الغطاء الجليدي في القطب الشمالي والجنوبي للكوكب معظم الجليد الموجود على سطح المريخ. يتكون معظم الغلاف الجوي للمريخ من ثاني أكسيد الكربون وبنسب قليلة من النيتروجين إلى جانب الأكسجين والماء. يوجد بالمريخ عواصف ترابية تعد الأكبر في النظام الشمسي، حيث تصل سرعتها إلى أكثر من 160 كيلو مترا في الساعة. يمكن أن تختلف هذه من عاصفة فوق مساحة صغيرة إلى عواصف عملاقة تغطي الكوكب بأكمله. تميل إلى الحدوث عندما يكون المريخ أقرب إلى الشمس.
أعاصير المريخ أكبر بكثير من نظيراتها الأرضية، حيث يمكن أن يصل ارتفاعها على الكوكب الأحمر إلى 8 كيلومترات، تاركة وراءها آثارا يبلغ عرضها عشرات إلى مئات الكيلومترات. حجمها الهائل يجعلها فعالة للغاية في رفع الغبار عاليا في الغلاف الجوي للمريخ. من يستطيع العيش هنا وسط هذه الأعاصير المميتة والبرودة الشديدة وقلة الأكسجين؟ فلنبحث عن مكان آخر. ما هذا العملاق المهول؟ إنه كوكب المشتري، هو أضخم كواكب المجموعة الشمسية. حجمه يعادل 1300 مرة حجم الأرض. سمي بالمشتري لأنه يستشري في سيره أي لج ويمضي ويجد فيه بلا فتور ولا انكسار. ويظهر المشتري من الأرض بسطوع كبير. يتكون المشتري من الغاز، فهو كوكب غازي، ولو أردنا الهبوط عليه سنظل نسقط في هواية سحيقة. يتكون المشتري من الهيدروجين والهيليوم والميثان وبخار الماء والأمونيا والإيثان وكبريتيد الهيدروجين والنيبون والأكسجين والكبريت والفوسفين ومركبات السيليكون. تبلغ درجة حرارته 24,000 درجة مئوية بالقرب من المركز. تعتبر البقعة الحمراء العظيمة من أكثر ملامح المشتري شهرة، وهي عبارة عن إعصار مضاد مستمر يقع على 22 درجة جنوب خط الاستواء. يملك المشتري أيضا بقعا بيضاء وبقعا أخرى بنية بيضاوية الشكل أيضا، وتميل البيضاء إلى أن تتواجد في السحب الباردة نسبيا في طبقات الغلاف الجوي العليا، أما البنية فهي أكثر حرارة. يعرف المشتري بعواصفه المهولة التي تمتد لقرون، يبلغ أقصى ارتفاع للعاصفة 8 كيلومترات فوق السحاب. يخدعك المشتري بمنظره الفريد من بعيد، وعندما تقترب تفاجأ بأنه عبارة عن عالم من الغازات السامة. لقد خدعنا المشتري، فلنبحث عن مكان آخر. هذا زحل، جوهرة نظامنا الشمسي. اسمه مشتق من كلمة زحل بمعنى تنحى وتباعد، ويقال إنه سمي زحل لبعده في السماء. هو ثاني أكبر كوكب في النظام الشمسي بعد المشتري. الحلقة التي تحيطه هي عبارة عن قمر حطمته قوة جاذبية زحل ليصبح عبارة عن تاج له. زحل كوكب غازي تكون معظمه من الهيدروجين مع مقدار ضئيل من الهيليوم والميثان والماء والأمونيا. زحل يتميز بالبرودة القارصة، حيث تبلغ درجة الحرارة فيه 240 درجة تحت الصفر. زحل لديه عواصف رعدية تمتد لآلاف الكيلومترات. الصواعق الرعدية على زحل أقوى ب10,000 مرة من تلك التي على سطح الأرض. من يستطيع العيش في هذه العواصف الرعدية والصقيع المميت؟ هذا أورانوس، سمي بهذا الاسم نسبة لإله الإغريق أورانوس. الغلاف الجوي يشابه تركيب غلاف كل من المشتري وزحل، حيث يتركب بشكل أساسي من الأمونيا والميثان والجليد والهيليوم والهيدروجين. تبلغ درجة حرارته 224 درجة مئوية تحت الصفر. تتكون طبقته من الصخور والجليد، وتبلغ مساحته 4 أضعاف مساحة الأرض. هذا نبتون، معناه بالإغريقية إله الماء، ويطلق عليه الكوكب الأزرق، وهو رابع أكبر الكواكب الثمانية. نبتون كوكب غازي، يتكون الغلاف الجوي له بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم، بالإضافة إلى الهيدروكربونات. وسبب اللون الأزرق لنبتون هو أن جزيئات الميثان تحتل المناطق الخارجية للكوكب، مما يعطيه لونا أزرق. يعد الغلاف الجوي الخارجي لنبتون أبرد الأماكن في النظام الشمسي، وذلك بسبب المسافة البعيدة من الشمس، حيث تبلغ درجات الحرارة 225 درجة تحت الصفر. كما تؤثر طبيعته الغازية في تشكيل رياح بحجم الأرض. تعتبر الأسرع في المجموعة الشمسية، حيث تبلغ سرعتها 2000 كيلومترا في الساعة. هذا بلوتو. كان الرومان يعتقدون أن الإله بلوتو هو إله العالم السفلي،
وفي كل من اللغات الصينية واليابانية والكورية تعني كلمة بلوتو نجمة ملك الموت، وهي في اللغة الفيتنامية اسم آخر لياما، وهو حارس جهنم كما يعتقدون في المعتقدات الهندوسية. بلوتو يتكون من الجليد والصخور، وهو صغير نسبيا حيث يمثل حوالي سدس كتلة الأرض وثلث حجمه، ونظرا لصغره لا يعتبروه كثيرين من علماء الفلك من الكواكب، بل حاول البعض اعتباره تابعا لكوكب نبتون، حيث أن دولة روسيا مساحتها أكبر من مساحته. تبلغ درجة حرارته 234 درجة مئوية تحت الصفر، ويتكون من غازي الميثان والنيتروجين. لقد انتهينا الآن من كواكب مجموعتنا الشمسية، ولم نجد فيها أي كوكب يصلح للحياة كبديل للأرض، وما زلنا في مجرتنا درب التبانة التي تحتوي على أكثر من 100 مليار كوكب. نحن الآن نبعد عن الأرض 7000 سنة ضوئية. سبحان الله، ما هذا؟ سديم النسر، إنه عبارة عن سحابات ضخمة متوهجة من الغاز تفوق الوصف، وهي معلقة في الفضاء بسبب عدم وجود رياح، وشكله الخلاب عبارة عن تحفة فنية أو أعجوبة من عجائب الكون، حيث تولد النجوم والكواكب من خلال سحب الغاز والغبار. هذه السحابات تسمى أيضا أعمدة الخلق، وهذه الصورة تعد من أفضل 10 صور التقطها تلسكوب هابل، تعد لوحة فنية تعبر عن جمال الطبيعة المذهل. وتمثل أبراج الغبار هذه المسمى بأعمدة الكون بوابة لمجرتنا درب التبانة، وهنا تصنع النجوم وتتكون في تلك المنطقة من أشلاء نجوم قبلها انتهت على شكل أعمدة من الغاز أو الغبار، وهذه الأعمدة تتشكل على هيئة كرة خارجة من ظل العمود، فيبلغ حجم كل كرة من تلك التجمعات ما يعادل المجموعة الشمسية، وتشكل معاقلا لنشأة نجوم جديدة. خرجنا الآن من مجرتنا درب التبانة من خلال بوابتها أعمدة الكون، فلنبحث عن المجرات المجاورة، ويقدر عدد المجرات في الكون المنظور بحوالي 200 مليار مجرة، وهناك ما يقارب 50 مجرة في المجموعة المحلية. مجرة ماجلان الكبرى كان يعتقد في الماضي أنها كانت تابعة لمجرتنا، وسحابة ماجلان الكبرى أو مجرة ماجلان الكبرى هي أقرب ثالث مجرة لدرب التبانة، وتقع على مقربة من مركز مجرتنا درب التبانة، وكتلتها تكافئ حوالي 10 بليون ضعف كتلة شمسنا، مما يجعل حجمها أكبر من حجم مجرتنا درب التبانة 100 مرة، وهي تبعد عن مجرتنا بمسافة 163,000 سنة ضوئية. مجرة أندروميدا أو المرأة المسلسلة من المجرات الأقرب لمجرة درب التبانة، يمكننا رؤيتها بالعين المجردة، وتبعد عن مجرتنا بما يقدر ب2.5 مليون سنة ضوئية، كما أنها تتضمن ما يقرب من 250 مليار نجم، وقطرها يبلغ 220,000 سنة ضوئية، لذا فهي الأكبر حجما من مجرتنا، ويصل عدد النجوم بها نحو 400 مليار نجم. مجرة بودي، وهي من المجرات الحلزونية التي تبتعد عن مجرتنا وعن مجرة الدب الأكبر ب12 مليون سنة ضوئية، وتم اكتشافها على يد عالم الفلك يوهان ألبرت بودي في عام 1774، لذا أطلق عليها مجرة بودي تكريما له. مجرة السيجارة، وتم تكوينها من انفجار نجمي كبير، فتوجد في كوكبة الدب الأكبر، وتبعد عن مجرتنا ب12 مليون سنة ضوئية. وتوقع علماء الفلك أن هناك اصطدام وشيك قد يحدث بين تلك المجرة ومجرة بودي، ويؤدي ذلك لاندماجهما معا. مجرة العين السوداء،
وتبعد عن الأرض بما يقدر ب17 مليون سنة ضوئية، وهي من المجرات الشهيرة لما تتميز به من ألوان متعددة وظاهرة، وتمتلك كميات هائلة من الغبار المرتكز عند أضرعتها الحلزونية، مما يساعد في امتصاص الضوء ليتركز في مركزها لتصبح نواتها مشرقة، لذا يطلق عليها عين الشر أو العين السوداء. مجرة عجلة العربة، وتبعد عن الأرض 500 مليون سنة ضوئية، وقدر العلماء قطرها بنحو 150 ألف سنة ضوئية، لذا فهي من المجرات الأكبر قليلا من مجرتنا، ومنذ رصدها وتعتبر من أصعب الهياكل وأكثرها تعقيدا، لأنها يوجد بها الكثير من الثقوب السوداء والنجوم النيترونية، مما يجعلها تنتج الكثير من الأشعة السينية. مجرة المجنب، وهي من المجرات الحلزونية وتقع بعيدا عن مجرتنا ب3 مليارات سنة ضوئية، وكتلتها أكبر قليلا من مجرتنا. مجرة الانزياح الأحمر، وهي من أكثر المجرات لمعانا في الكون، ويقدر عمرها ب800 مليون سنة، وتبعد عن مجرتنا ب13 مليار سنة ضوئية، وأثبت العلماء أنها تكونت بعد وقت قليل نسبيا بعد الانفجار العظيم. نحن الآن نبعد عن الأرض بمسافة 13 مليار سنة ضوئية، وهنا نصل إلى حافة الكون المنظور بالنسبة لنا. هذا شبيه النجم، هو مستويات مساوية لناتج طاقات مئات من المجرات مجتمعة، وهو يلتهم النجوم ويمزقها حتى تنعدم من الوجود إلى الأبد. هو أسطع من 100 مجرة مجتمعة، وهو ألمع وأبعد الأجسام السماوية المكتشفة حديثا وأقواها على الإطلاق. ونحن ها هنا نصل إلى حافة الكون المنظور بالنسبة لنا. بعد كل هذه الرحلة الطويلة تبين لنا أن كوكبنا الأرض ما زال هو المكان المناسب لنا، فلنعد مرة أخرى إلى كوكبنا الجميل.